ماتوا. انا استقبل تليفون من دكتور عثمان الجمل مدير مستشفى الصدر باسيوط. دكتور عثمان اهلا بيك، عايزين نطمن على حضرتك، نطمن عفوا على الوضع من حضرتك، اذا كنت محتاج امكانيات، عندك عدد من الحالات اللي اتحولت لك من مستشفى اسيوط الجامعي بخصوص الانفلونزا الموسميه H1N1. اتفضل يا فندم. احنا يا فندم الوضع عندنا كويس جدا، ومفيش ما يثير الازعاج ابدا. احنا عندنا مستشفى صدر اسيوط فيها 127 سرير، عندي عنايه مركزه تشمل 14 سرير، فيها عزل، فيها اقسام عزل حريم واقسام عزل رجال. الوضع عندي لا تزيد عدد الحالات اللي محجوزه عندي اكتر من 9 حالات. ولو حضرتك حبيتي تاخدي فكرة عن عدد الحالات اللي دخلت في خلال الشهر اللي احنا فيه، كانت حوالي 65 حالة، منهم 59 حالة التهاب رئوي. عدد الحالات اللي توفت عندي في خلال هذا الشهر كانوا 3 حالات. اللي يسمع كده يقول النسبة عالية، لكن لو هو شاف الحالات اللي توفت عندي في مستشفى صدر أسيوط هيلاقي ان منهم حالتين تجاوزوا سن ال 75 سنة وعندهم أمراض تانية، يعني زي السكر وأمراض صدرية مزمنة زي أزمات الرب. فالإنفلونزا اللي كانوا يسمونها قبل كده إنفلونزا الخنازير ما أصبحتش حاليا إحنا بنطلق عليها إنفلونزا موسمية، لأن موضوعها أبسط مما تتخيلوا. أنا شخصيا كمدير مستشفى لو حد خيرني يا دكتور تاخد في فيروس هيجي لك، هقول له يعني أسهل فيروس عن شكرا دكتور عثمان.